سلام، رجعنا بفيديو جديد من فيديوهات رفروف ارت تشانل. اليوم رح نتعلم كيفية رسم سيارة بطريقة مبسطة جدا. كل اللي بحاجة له انا كرتونة بيضة، قلم فوتر لرسم السيارة، لين تلوين خشب. نحن بدنا نلونها بالاكواريل، هلا حتشوفوا تلوين خشب، بس اللي بيميز التلوين هيدا لنقول عنه اكواريل انه رسم الريشة بطرف قلم الرصاص. انا بحاجة لريش الوان وبحاجة لكوب مياه. رسم السيارة بسيط جدا، أنا بحاجة فقط لثلاث أشكال هندسية. هو فعليا شكل واحد بس حناخد نحنا منه الأشكال الباقية. نحنا بحاجة لدائرة، بحاجة لنصف دائرة، وبحاجة لربع دائرة. هيدول هن الأشكال فقط اللي أنا بحاجة لأرسم فيهم السيارة. الخطوة الأولى بدي أعملها، بدي أرسم دائرة بقلبها دائرة أصغر. نفس الشيء من الجهة الأخرى، دائرة بقلبها دائرة أصغر. هلأ أنا رح أرسم نصف دائرة، بلش من نصف دائرة الصغيرة، كمل الخطوط وبرسم نصف دائرة كبير، برجع برسم من الأمام ربع دائرة. لرسم الشباك أنا بحاجة كمان لربع دائرة وربع دائرة آخر. لرسم ماسكات السيارة أنا بحاجة لشكل بيضاوي صغير جدا، شكل بيضاوي صغير. لرسم الأضوية أنا بحاجة كمان لربع دائرة، ومن الأمام كمان ربع دائرة. أكيد السيارة على الأرض، لأثبت أنها على الأرض أنا بحاجة لأرسم خط الأفق، خط مستقيم من الميلتين. بوسط نصف الدائرة رح أرسم خط مستقيم ليبين الباب الأمامي من الخلفي، نصف شكل بيضاوي لأرسم دفاع السيارة. هيك أنا بكون خلصت رسم سيارتي. بدي لونها بالألوان. أولاً الدولاب رح نمسك الأسود ونلونه. والجهة الأخرى جزء من الدفاع اللي مبين عندي كمان رح لونه باللون الأسود. الأضوية رح لونها بالأصفر. زجاج السيارة رح نلونه على الخفيف بالأزرق. من الخلف باللون الأزرق. بالنسبة للون السيارة، ألوانكم المحببة اللي أنتم بتحبوها فيكم تلونوها، أنا حأختار اللون الأحمر. أكيد بدكم تنتبهوا أنه التلوين دائما باتجاه واحد كرمال رسمتي تطلع حلوة. هاي نصف السيارة خلص، باقي لنا النصف الثاني. هلا من بعد ما خلصت التلوين انا رح اجيب فرشاية بس بحط بقلبها مي، بنظف طرفها مشان ما يدلق المي، وبلون بهالشكل هاي. سيناتي عم يتخانقوا. هاي اللون الأسود، لاحظتوا كيف بتصير الألوان؟ هلأ لما تنشف يبين أكتر. رح نغير اللون، ننظف الفرشاي ونرجع نلون الزجاج باللون الأصفر الأزرق عفوا. آخر شيء منلون السيارة باللون
الأحمر. كمان بالفرشاة لما بدي استعملها بدي انتبه انه انا عم بستعمل كمان بجهة وحدة الالوان. هيك أنا بكون خلصت رسم سيارتي من الدائرة، نصف دائرة، ربع دائرة، باستطاعتي أن أرسم سيارة وبألوان الأكواريل لونها. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو، وبنشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد من فيديوهات رفروف أرت تشانل. وإذا عجبوكم على فيديوهاتنا ما تنسوا تعملونا لايك وسبسكرايب. باي.